بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاءنا يقول: لماذا تاريخ البشرية موصوم بالتطرف؟ التطرف في جميع المواضيع وجميع المجالات وعلى كل مدى المدى، على طول المدى دائما ثم كان التطرف. والتطرف هذا لو كان في الإيجابي لكان في خير، لكن التطرف عبر التاريخ البشري والتاريخ الجني هو تطرف في ما يؤذي، سواء كان في الحال أو في المآل. والتطرف هذا ما يكون كان من تحت تهديد إبليس، أن يكون التهديد هذا يكون حق، يعني واقع. وهذا من سوء طالعه وسوء طالع من لم يتعين له أنه مسؤول أمام الله، واللي ما عندوش يقين أن يكون لا سبيل إلى استخفاف المصير. التطرف هذايا ما يؤمن به إلا إنسان مغفل، إنسان مهزوم. إبليس ما جعلوش حتى نسبة من الحرية، لأن وقت اللي رب يقول من يكون خلقتني من النار وخلقته من طين، يعني وقت اللي يقول ماذا، يعني هذا يبيت شرك عظيم. وإنسان هو أول من سيقع فريسة هذا التطرف، لأنه تتطرف وأنت في حضرة الرحمن، فأنت لا عقل لك ولا حكمة لك ولا أمن لك ولا كما تقول أمل لك، حيث وحد إبليس بتطرفه بلغ قمة السوء لنفسه ولغيره. لأن وقت الإنسان رب يقول أعمل شيء ويرفض أو يختار عكس ذلك، فهو أقصى صورة التطرف. بعيده الناس حاولوا يفهموا بالضبط مساوي هذا الشيطان، هذا الرجيم، هذا الملعون، هذا المطلوب من رحمة الله. حاول عفو متطرف حتى وقت تعيفوه من يسيبكم القرف وتوليوا تنزلوا على كشفه أكثر فأكثر. ترجعوا القرآن وتشوفوا التاريخ شفيه، وتشوفوا القرآن والتاريخ ما ظلناش تضارب بينهما، لأنه كتاب الله المكتوب لا يتعارض البتة مع كتاب الله المنظور. وهذا التطرف إذا كما درستوش عبر القرآن وعبر التاريخ الصحيح، ما كنش مجتمعوا من ويلات. لأنه إذا كان غفلتوا عن وجود التطرف، وخاصة كما سبق الحديث عنه أن التطرف زعيمه هو إبليس جزاه الله. ولهذا أقول رحمة بنا، أقول لابد أن الإنسان يتقن البصر، يتقن الدراسة، يتقن الملاحظة، ويأتي بكل ما هو حجج غير واهية لكي تتم عنده الصورة لقبح إبليس حين تطرب وأساء الأدب مع رب الأرباب. وهذا كل متطرف أقول له: وإن سميت نفسك مسلم فأنت جني أو بشر ملا سيء الأخلاق مع الله سبحانه وتعالى، ولا عقل لك، وحسابك مختتما منقلب، واعلم أنك غير مذكور بخير عند الله ما دمت على هذه الحال. فهلموا إلى الله سبحانه وتعالى وانقلوا أنفسكم من براثن إبليس عليه اللعنة، لأنه هو أول متطرف والمتطرفين كلهم جنوده وهم لا يعلمون. ولهذا انقلت عليهم الحيلة يصون لفرنسا، يقول بالفرنسوية، وسيدفعون ثمن ذلك الجهل أو التجاهل. لأن يعني ربما منكم المتطرفين يتعبوا روحكم المتطرفين، لكن معيزوا الأوطان، يعني تشدوا صحيح في باطلكم وتقولوا، خاصة هذوما نوع من
من الناس اللي من الشيعة، ولا النوع من الناس اللي يقولوا سنيين. احنا عندنا الاسلام، لا عندنا لا سنة ولا شيعة. السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا سني ولا شيعي. لا، هذا السني والشيعي هو تطرف، ولا يمكن لنا أن نضع تسميتنا بالمسلمين أو بالمؤمنين أو بالمحسنين ونجري وراء شيء لم يجعل له ربي سلطان ولا بيان. ولهذا أبشر كل من حب تحرير نفسه من تطرف أنه مش يكون ولي حميم لأولياء الله. وأولياء الله هم الذين يدفع الله عنهم، قال ربي إن الله يدفع عن الذين آمنوا، لا عن الشيعة ولا عن السنة ولا عن قال شو قال لا من أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ومن الرعي الأول. يا ولدي لكم مرتين راه الإسلام هوش انتساب. الإسلام هو أن تكون عندك يقينيات وتكون عندك آداب يبارك والله ويبارك في من قال بها وعاشها، ودعنا من التطرف. لا تطرف إلا بحب الله، لأن نحن نريد المزيد. نحن عندنا جورمونديز، عندنا الجشع في هذا الميدان، على ناس نعب نعب، ومن عرض غرف. والسلام على من اتبع الهدى.